ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سأعطيكم أخبار مفرحة في عملية التصحيح، وأن نتائج ممتازة للعلميين والتقنيين في المواد الأساسية، وأيضا شعبة الرياضيات، وأنكم خدمتم مليح يا شعبة الرياضيات في المواد الأساسية، بالإضافة أيضا إلى مادة الفرنسية، وأن العلميين والتقنيين والرياضيات شعبة الرياضيات وأنكم خدمتم مليح في المواد الأساسية بالإضافة أيضا إلى مادة الفرنسية، لأن الكثير تحصل على علامة 15 من 20 في مادة الفرنسية. شعبة العلوم التجريبية حتى الساعة راكم مكلاسين كما يقولون انتم الاولين. بالإضافة أيضا أن التوقعات أن نسبة النجاح قد تكون أكبر من العام السابق، يعني أن هنالك توقعات ومؤشرات أن تكون نسبة النجاح أفضل من سنة 2020، بالتالي إن شاء الله تكون نسبة النجاح 60% أو أكثر. ولما لا، أكامل تفرح وكامل تفرح والديكم، هو أن عملية التصحيح ما زالت متواصلة، بالتالي التصحيح الأول لم ينتهي، عندما ينتهي التصحيح الأول يذهبون إلى التصحيح الثاني إن شاء الله، وإن شاء الله تكون نتائجكم ممتازة لكامل الشعب وبالتوفيق.